أيها الأحباب، لقد أمرنا المولى عز وجل بالاستغفار، لأن الاستغفار هو دفع الصالحين. فقال جل وعلا: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال جل وعلا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولقد كان الاستغفار دفع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تورم قدماه، فلما رأته السيدة عائشة قالت له: يا رسول الله، أنت تفعل هذا بنفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا عائشة، أفلا أكون عملا شكورا؟ فعلى المسلم أن يداوم على الاستغفار لله جل وعلا، لأن المؤمنين هم صفاتهم الاستغفار. قال المولى عز وجل في شأنهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. أيها الأحباب، وإن المولى عز وجل أمرنا أن نستغفر وأن نداوم على الاستغفار له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فلزاما عليك أيها المسلم الكريم اقتداء وامتثالا لسيدنا رسول الله أن تداوم على الاستغفار جل وعلا، لأن الاستغفار جنة أو نجاة لك في الدنيا وفي الآخرة. الإنسان منا قد يعتريه الضيق أو يعتريه أي شيء من هذه الحياة، فنقول له حينما جاء رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قلة الولد وعن قلة المال، فماذا قال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إذا ما أردت أن يبسطك المولى عز وجل بالولد فداوم على الاستغفار لله. إذا ما أردت أن يبسطك المولى عز وجل المال فداوم على الاستغفار لله جل وعلا. إذا ما أردت أن يرزقك المولى عز وجل جنة عرضها السماوات والأرض فداوم على الاستغفار لله جل وعلا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أيها الأحباب، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المولى عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يداوم على الاستغفار لله جل وعلا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله اللي ربنا سبحانه وتعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ما يعديش يوم من الأيام إلا وهو يلزم الاستغفار لله جل وعلا. فما أحوجنا إخوة الإيمان والإسلام أن نقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الاستغفار هو دائمنا. من هنا اقتدى به صحابة رسول الله رضوان الله عليهم وأرضاهم.